فتأتي الدعوة إلى كل مؤمن عن طريق أي شيء يليه، إذا كان في يده فاكهة إذا أكل منها خرجت بطاقة الدعوة من ضمن الفاكهة، تفاحة أو برتقال أو موزة، تخرج بطاقة الدعوة ربك يدعوك لزيارته، أقرب شيء ما يحتاج رسول يحملها. فإذا جاءت الدعوات فرح المؤمنون بدعوة الله جل وعلا لهم، فيحصل في ذلك المقام الكريم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. توضع الكراسي، وهؤلاء هم السابقون، هناك 5 كراسي لأولي العزم، على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون بعد ذلك، وآخر الصالحين لا يجد كرسي، إنما تكون هناك كثبان من طيب، من رمل من الطيب يجلسون عليها. أما أصحاب المقاعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.